نجلي بنتنا بقى وش فين. سامحاه وهو هاملني جرسني بين الخلايل. سامحاه وهو هاملني جرسني بين الخلايل. ما تقولش سحر وعامل لي ضيق لي روحي وخلايل. ومع شاعر الغلابه الاستاذ سامح حريدي. مش ايه ده؟ امال مين هيرد على المربع ده؟ يعني انت بتخانق على الفاضي يعني؟ طبعا احنا زي ما قلنا النهارده ان الليله بتاعتنا بتكون ان شاء الله ليله فارقه ومتنوعه في كافه المجالات. معانا من احدى الضيوف الجمال اللي دايما من رواد عافيه بيحكونا ببعض الفقرات التثقيفيه في مجال الاجتماع او العلاقات العامه او الجغرافيا واماكن جديده وحاجه تثقيفيه كده من الاستاذ الجليل من وزاره التربيه والتعليم الاستاذ الجليل المربي الفاضل استاذ قدري محمد. اهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أحب أشكر أستاذة ملفت على دعوتها الكريمة لحضور هذا اللقاء المثمر الذي طالما اعتدنا عليه، ورغم مشاغلي إلا أني أثرت الحضور لأني بألتقي بأحبتي وبألتقي برواد صالون عافية الأفاضل الكرام، وأخص منهم بالذكر الأستاذ عوض وعم ذهب اللي دايما منورنا، وبرضه الحمد لله على السلامة. وطبعا شكر موصول للدكتورة أمل، أول مرة أتشرف بحضرتك النهاردة، ومحدثكم أدري محمد كبير معلمين سابقا بالتربية والتعليم، وحاليا مدير إدارة في إحدى شركات التطوير والاستثمار العقاري بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة. شكرا. علاج مدفوع ده. شكرا شكرا. لما بتكلم عن مصر معلش هتسمحي لي بخمس دقايق؟ اتفضل. انا بتكلم عن مصر اليوم كله. شكرا. لما بتكلم عن مصر الحقيقه باعتباري احد المتخصصين في علم الجغرافيا بتناول الموضوع يمكن من وجهه نظر شخصيه بحته ومعاها برضو النظرة التاريخية والنظرة الجغرافية أو النظرة العلمية الشمولية. مش هطول على حضراتكم، لكن من خلال الآية الكريمة اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيها ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، كلمة آمنين شاملة، ما هوش بس الأمن النفسي أو الأمن الروحي أو الأمن الجسماني، ده آمنين شاملة. أنا مش هفوت برضو في التفاصيل قوي طبعاً لضيق المجال، وحضراتكم طبعاً أساتذة أفاضل وأفقه مني علماً، لكن أنا عايز أشير إلى كام خط في أمان مصر على مر التاريخ. أولاً رقم واحد، مصر ليست دولة تاريخية ولكنها دولة قبل أن يوجد التاريخ. التاريخ سجل منذ أن عرف الإنسان الكتابة، لكن مصر كانت موجودة قبل معرفة الكتابة. فمصر أول وأقدم وأعرق دولة على وجه الأرض، على وجه الكوكب، وليس في أفريقيا فحسب، على وجه كوكب الأرض. مصر علمت العالم، مصر عرفت كلمة دولة بمعناها الجيو استراتيجي قبل أي مكان في العالم، قبل أوروبا، قبل أمريكا، قبل آسيا، قبل أعرق الحضارات الموجودة أيضا في آسيا. حينما نذكر مصر نذكر الحضارة الإنسانية في أجل وأبهى صورها، فهي التي علمت العالم كيف يحكم البشر وكيف يدار الحبر وكيف يستثمر الشجر
مصر رغم جفاف مناخها ورغم يعني بعض الظروف السياسية التي مرت بها، إلا أنها كانت وستظل إن شاء الله واقفة على قدميها وقوف الأسود في عرائنها. سريعا برضو في عجالة هنذكر على سبيل المثال للحصر، سيدنا موسى عليه السلام كان في مصر واحتمى في أرض مصر، وأمه آمنت عليه في مصر أو أمنت عليه في مصر حينما ألقته في اليم في النيل وحفظه الله سبحانه وتعالى. سيدنا عيسى عليه السلام جاءت به أمه البتول السيدة مريم عليه السلام، جاءت به إلى مصر، جاءت به فرارا واحتماء بأرض مصر من الاضطهادات التي كانت موجودة في بلاد الرومان أو التي احتلها الرومان. والدولة هذه الأيام بتحيي مسار العائلة المقدسة التي سوف نفخر إن شاء الله بزيارتها جميعا كمصريين، وسوف نروج لها سياحيا نحن قبل الدولة. مصر التي صدرت الإسلام كما قال شيخنا الراحل وإمامنا الفاضل رحمة الله عليه الإمام محمد متولي الشعراوي، مصر التي صدرت الإسلام إلى البلد الذي نزل فيه الإسلام، مصر الأزهر الشريف، مصر السد العالي، مصر الأهرامات، مصر مجد يعقوب وأحمد زويل، ومصر أنور السادات وحسني مبارك اختلفنا أو اتفقنا، ومصر السيسي، ومصر نحن جميعا المصريون الذين سوف يجعلون من مصر نموذجا سياسيا واقتصاديا وعسكريا رائدا بلا مبالغة في عز أزمات العالم، وكان منها مشكلة أو أزمة كوفيد-19 والأزمة السياسية التي حلت بالدمار على العالم كله وهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا كما تعلم حضراتكم ما تزال واقفة على أرضها. النهاردة بنشوف بريطانيا الإنجليز بدأوا يلجأوا إلى بلدان أخرى، يلجأوا بمعنى الكلمة فرارا من التضخم وارتفاع الأسعار. الأمريكان لديهم أزمة رهن عقاري وأزمة دولار. نحن في مصر ما نزال نعيش في أمن وأمان الله سبحانه وتعالى. نحن نعيش في أمان بفضل الله، وليس بفضل أي حد، بفضل الله أولا وأخيرا، لأنه الذي تكفل بأمان مصر. وحينما يقول الله سبحانه وتعالى ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، فلنصدق أن مصر في أمان رغم أي زيف ورغم أي شائعة تقول غير ذلك، فمصر في أمان وهي في رباط إلى يوم القيامة.